اخي سنون. تعرف بس انا عارف حضرتك بس مش انا محتاب محتاب الجيراني. زي ما قلت كده مواطنة معتصمة من ضمن المعتصمين اخواتي المصريين الجمال دول. للشعب بيقولوا بيحافظ على الثورة الجميلة. وكان عندي حلم قوي ان هو يجتهد ويتوحد، وانا فرحانة قوي قوي ان احنا اتجمعنا قدرنا نتجمع تاني وهنسقط المشير طنطاوي المجلس العسكري، وان شاء الله هنكون في مجلس رئاسي مدني باذن الله وحكومة التكتكرات بدل حكومة الدكتورة عصام شرف، وهنقدر لو سهرنا القضاء هنحاكم من اول مبارك واسرته كل النظام الفاسد لغايه الامين الشرطه لغايه العسكري اللي اطلق الرصاص او ضابط او اي مكان رصاص. محاكمه فعلا امام القاضي الطبيعي سواء هم المفروض يحاكم محاكمه عسكريه، واحنا طالبين القصاص الشرط ده. وهنطلع اخواتنا الثوار الاحرار من السجون من المحاكم العسكريه اللي من يوم 25 يناير، وهنطلع كمان اخواتنا الاحرار اللي كان مقبوض عليهم قواضي سياسيه خلال ال 30 سنه اللي فاتوا في عصر مبارك ظلم، ويتعاد محاكمتهم محاكمه طبيعيه قدام القاضي الطبيعي، وخصوصا اللي حكم عليهم محاكمات عسكريه. الجمعه النهارده كانت عامله ايه؟ الجمعه كانت عايله فوق تصور اي حد. وانا طبعا انا من ضد الاخوان، انا سعيده جدا بوجودهم بس بلوم عليهم. هم كانوا فاكرين انهم هييجوا يسحبوا الناس الساعه 5. انا لما كنت بقول ارجو الاخوان ينزلوا عشان يبقى ايد واحده والابراهيم وكلنا لان كلنا مصريين، كنت بقول عايزين نتوحد تحت شعار واحد دايما شعارنا سابقا. لكن انا المره دي بلوم عليهم، بقول ليه تركوا الميدان؟ هم خسرانين يعني، هم خلاص كده خسروا الارضيه. ليه؟ يا ريت يرجعوا تاني ونكمل تاني عشان نبقى ايد واحده تاني مع بعض عشان نسقط النظام الفاسد. وان شاء الله هناخد حق كل شهيد وكل المصابين ان شاء الله باذن الله لما يكون وزير الصحه يتشال ويكون فعلا جايب يعني هتبقى المستشفى بتاعتهم. يعني مش فارق بين غني وفقير، هيتعالجوا. اعتصام مستمر مستمر الحين كل مطالب الثوره الشرعيه، وان شاء الله هنحافظ عليها تكون سلميه بدون المجلس العسكري تنحى ارضك سياسيا بدون دماء. لا تتركنا زي مبارك. وانت انا عندي حلم ان شاء الله احنا هننجح من اول ما بدانا، وقالوا علينا ان احنا بناخد معرفش ايه اجندات وان احنا عندنا عشان كلام فارغ ده. قلت يا ده احنا زي مبارك يبقى في امل. باقي حاجه واحده، يقطعوا الاتصالات والنت ونرجع زي سنه 25 و28 يناير. ده معناه ان شاء الله ان في نجاح. فانا بقول للناس اختكم مهتاب مستنياكم لاخواتي، واقول لاهلي هنا كلهم ان انا فصيهم ومش خايفه، تعالوا ميدان الاحرار ميدان التحرير منتظر كل شريف، كل مواطن مصري شريف، كل اسره عايز تحس بالامان. الامن والامان الاخوان كانوا بينادوا بيه في الميدان هو موجود هنا في التحرير. التحرير عشان نحرر انفسنا من الظلم والطغاه اللي احنا عايشينها. انا قد ايه فرحانه والله العظيم، اول مره احس النهارده ان خلاص هاند بجد. هناخد حقوقنا ونحس بكرامتنا. يعني مش عارفه اتكلم، انا فرحانه قوي. لما البدايه اول يوم الحصان يكون كده اكيد هننجح قوي وهنفوز وهنحتفل بالنصر مع بعض، وهيكون يوم عيد يوم 25 يناير مش يوم حزن، يوم الانتصار، يوم الشهداء اللي جابوا لنا كرامتنا وحريتنا ده. يلا يا شعب مصر نتوحد تحت كلمه واحده، الشعب يريد حريته واسقاط النظام كاملا، وان شاء الله هنسقطه هو والمنظومه الفاسده وهنحاكمه كمان. شكرا شكرا شكرا.